تأسيسية أردنا منها أن تكون لها خصوصية وهي الاختصاص في الموسيقات المغاربية. الدورة هذه ستحمل عنوان عطور الملوف والفن المغرناطي، باعتبار أنه الملوف هو القسم المشترك بين وبين ليبيا، والفن الغرناطي هو القسم المشترك بين المغرب الأقصى والجزائر، وكلا الموسيقات هذه عند جذور أندلسية. نعتبروه عرس اليوم لأنه الحقيقة قمنا بدعوة العديد من الموسيقيين التونسيين من جهة صفاقس، وبالطبيعة ليحتكوا بزملائهم من دول المغرب العربي. مشكورة الجمعية على هذه المبادرة اللي أعتقد إن شاء الله تأسس لتظاهرة ترجع لنا كل عام لملاء، وكل عام بنسق يعني فيه برشا اجتهاد وفيه برشا بحث في هذا المجال الفني اللي هو الملوف، ونحن في حاجة إلى تظاهرات متخصصة وتظاهرات تسوغ مضامين ثقافية وتظاهرات كما قلت لك يعني تشجع الناشئة على أفكار متأصلة فينا وعلى فن أيضا قادر يفيدنا. حاضرين في الاختتام الى جانب اننا الان جمعيه من تونس، ويسعدنا اننا سنكون مع هرم اللي هو الان لطفي بوشناق في هذه اللمه المغاربيه حول التراث الموسيقي. تراث موسيقي وهو اندلسي غرناطي وموسيقى المالوف. الأصيل نادي الأصيل الموسيقى العربية، فما فرقة الرشيدية بشرشيل من الجزائر، غدوة عندنا الأخوة الليبيين من بنغازي فرقة رواد الموسيقى، معهم فرقة نواة من القيروان. يوم 20 الاختتام بين الفن الغرناطي من وجدة المغرب الأقصى والرشيدية بتونس، مع الاختتام اللي مش يأمو الفنان الكبير لطفي بوشناق.